هنشوف خطتهم السنه دي، خطه الماليه 15 16 بالنسبه لاي الطرق، مع بجانب الطرق اللي احنا هنشتغل فيها، بحيث ان احنا حاطين خطه ان الطرق اللي هم هيشتغلوا فيها مع جانب اللي احنا هنشتغل فيه، بحيث المواطن يشعر فعلا ان في تغير وفي تحسن في اداء في مستوى الخدمه في الطرق بالذات. منطقه صناعيه في كومرشيل طبعا احنا مهتمين بيها جامد، احنا قاعدين مع المستثمرين المتعثرين، غالبيه المتعثرين هي تعثرات ماليه لديهم هم شخصيا، احنا بنحاول نذلل كل العقبات اللي موجوده عندنا في بالنسبه لنا في المحافظه. مفيش عقبات بالفعل موجوده من عندنا من الجانب الاداري، مفيش اي عقبات. قمنا بضم 51 فدان لمنطقه قوم الشيم بقرار معالي رئيس الوزراء، الكلام ده من حوالي شهر تقريبا. كان عندنا وفد من روسيا لزياره محافظه الفيوم حوالي مرتين لاختيار مدينه صناعيه ستقام في محافظه الفيوم، وان شاء الله يقع علينا الاختيار باذن الله. مشروع التنميه الساحل الشمالي بحيره قارون، عندنا مصنع نستخرج املاح، كل الكلام ده هيوفر فرص عمل عملاقه لشباب محافظه الفيوم. طبعا احنا وضعنا خطه من حوالي فتره بسيطه كده بالتنسيق مع وزاره العشوائيات، بحيث خطه لجمع الحمامه والفصل من المنبع، وان احنا نحاول نجمع من المنبع. فبدانا نحط خطه وبدانا نحاول نطبقها ان شاء الله باذن الله في المحافظه، تمام، ان احنا نجمع كل الحمامه من المنبع. بنتعاقد حاليا، مستنيين بعض العروض بتيجي، بنشوف احسنهم من اقامه اكبر مصنع تدوير القمامه داخل المحافظه. تم تخصيص 30 فدان بالفعل لاقامه مصنع تدوير القمامه، ده هيحل لنا برضه مشكله كبيره من مشكله القمامه ان شاء الله باذن الله. احنا فندق قبل ما نشتغل في الرصف، احنا عندنا لجنه المنافع اجتمعت ووضعنا خطه للطرق اللي هنشتغل فيها، بحيث ان كل المنافع بحيث من حيث صرف صحي، ميه، شرب، تليفونات، غاز، كله يعمل ويخلص شغله، بحيث ان احنا بعد ما يتم رصف الطرق لا يتم العمل فيها نهائيا الا في حاله الضروره الخصوى بس. طبعا انا بقبل التعاون من كل اهالي محافظه الفيوم، انا مكتبي مفتوح لكل الاهالي، انا عايز تعاون منهم. كل المقترحات الجديده انا بستقبلها وبنبدا ننفذها على ارض الواقع لو فيها جديه. التعاون انا مش طالب من اكتر من التعاون، محافظه الفيوم محافظه فيها مقاومات مش موجوده في اي محافظه ثانيه. محافظة الفيوم كانت مهملة من سنين سابقة، الدولة بدأت تنظر لمحافظة الفيوم نظرة ثانية، إن شاء الله عندنا تطور، إحنا محتاجين ناس بس تقف معانا وتساعدنا ونبدأ إن شاء الله كلنا مع بعض بإذن الله.